تقتلني يا جابر، عاوز تقتلني. اقعدي يا حبيبتي اقعدي، انا عايزه اتكلم معاكي. تحت امرك. انت عارفه يا حبيبتي انا قلقانه عليكي قوي لدرجه ان انا ما بنامش الليل، خايفه مرعوبه حد يعمل معاكي زي جابر المجنون اللي عمله قبل كده. لا ما تقلقيش، جابر عمل اللي عمله ده علشان انا كنت بنتقم منه. اخيرا فهم ان اي قهر وظلم ممكن يخلي اي بني ادم يعمل اللي عملته وزياده، هو عمل كده لاني زليته وانتقمت منه. عشان كده بقى أنا عايزة أكلمك في موضوع مهم قوي، بس عايزاكي تفهميني صح وتفهمي كل كلمة هقولها لك كويس. أنا عارفة ومتأكدة إن أنت عارفة إن مصلحتنا أنا وأنت واحد، واللي يأذيكي يأذيني. لو تفتكري أنا عملت معاكي حاجات كويسة قوي، أنا عايزاك تطلبي من عمير 30% من الصفقة الأخرانية اللي دخلها وكسبها. صفقة إيه؟ نعم، الصفقة اللي سألك عليها ودخلها وكسبها، مش فاكرة؟ أنا كنت بقول له أي كلام عشان ما يسألنيش أي سؤال. هو كسبها ومكسبه منها كتير قوي، وظن إحنا من حقنا ناخد جزء صغير من المكسب ده، ومن غيرك يا حلوة ما كانش هيدخله وهو قلبه جام. عامر فلوسه كتيرة مش بتخلص ومش هتخلص، لو خدنا اللي إحنا عاوزينه منه هنبقى حاجة تانية خالص. فكري كده. حاضر. برافو عليكي، انا كنت متاكده انك هتفهميني. اهدي 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 بس خلاص، لا تخافي. تعالي 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 معي تعالي معي، لا تخافي. انت ايه متشيكه كده ليه ورايحه على فين؟ عمير جايلي وخارجين. طب ما يدخل ونقعد مع بعض. لا مستعجلين قوي. مستعجلين رايحين على فين يا حلوه؟ خارجين. افتكرتي اللي قلتلك عليه؟ لا مش فاكره. انا مش قلتلك ان احنا لينا نسبه في الصفقات اللي بيعملها؟ ولا نسيتي؟ ولا قررتي يكفيكي لوحدك؟ انا عايزاكي تنسي بقى الموضوع ده خالص. كفايه قوي اللي خدتيه من عمير لغايه دلوقتي، وكفايه اللي هو بيعمله لنا. ايه انت نسيتي انك بتشتغلي هنا تحت امري واللي اقوله يمشي؟ اعتبريني خلاص بطلت اشتغل هنا. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش وانت جايه مكسوره ووشك في الارض ومش لاقيه اللقمه. حسن فعلا ما كنتش لاقيه اللقمه، بس اللي انت خدتيه مني واللي استفدتي منه كتير قوي، اكتر من اللي انا خدته منك. وبقينا نعرف نرد اهو. انا ما بردش ولا حاجه، انا بس بحاول افهمك اللي انت مش فاهماه، او بتحاولي ان انت تبيني انك مش فاهماه. وعايزه اقولك على حاجه، كله بقى اللي عمير. ها ايه عشش في دماغك؟ عشقتيه يا بت؟ بحبه قوي يا بت. ده انا قلبي عليك وملناش الا بعض، مصلحتنا واحده. الله، هو مش انا برضو التميمه الحافيه الجعانه اللي كانت جايه لك هنا مش لاقيه اللقمه ولا لاقيه الهدمه ومش لاقيه بيت يسترها؟ بس التميمه دي بقى هي اللي عملت لك الاسم والصيت اللي انت فيه دلوقتي، اللي خلت كل الناس اللي في الدنيا تيجي لغايه عندك، وبقى على قلبك فلوس قد كده واسمك بقى في السما. بقى كده يا تميمه براحتك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. لا لا لا، مش معقول، أول مرة أشوف السعادة بعينك. قولي لي، ممكن أعرف سر السعادة دي؟ إيه؟ مبسوطة، حاسة كده النهاردة إن أنا قوية جدا. أول مرة أتكلم وأنا مش خايفة، أول مرة أقول اللي جوايا وأنا مش خايفة إني أخسر حاجة. أنا بجد مبسوطة. طيب ممكن أعرف سر الانبساط والقوة هذه؟ أنت. أنا؟ أيوه، أنا فعلاً بقيت أحس إني قوية من ساعة معرفتك، عشان أنت سندي في الدنيا. أنا يعني كنت شايفة إن الواحد لما بيتجوز واحدة بيعاملها على إنه سيد ليها وهي عبدة، يذلها ويهينها، لكن من ساعة معرفتك وأنا حاسة إن أنت سندي وظهر. أوعى تبعد عني ولا تخرج من حياتي. خالتي فتحية، خالتي فتحية. أيوة تميمة خير. بقولك إيه يا خالة، أنا فكرت في كلام الشيخ زياد ولقيت إن الحاجة الوحيدة اللي تبعد عني الأذى والغم اللي أنا فيه ده إن أنا أطعم الغلابة. يمكن ربنا يستجيب لي لو حد دعالي. اللي يأكل المحتاج ربنا يحبه. أقولك على حاجة تبعد عنك الشر وتخليكي مرتاحة البال؟ قولي. اللي حصل لنبوية مش شوية. خليها تدوق بقى من اللي عملوه فيا. اهو ربنا جزاه. خديها خديها عندك. انت ربنا فتح عليكي وما انتيش محتاجه حاجه، وهي ملهاش حد، وربنا ده دايما يسامح مهما عملنا. انت عمرك شفت ان الشمس بتطلع على الناس اللي ربنا يرضى عليهم بس ولا على الناس كلها؟ طب قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ روحي لها خديها واطعميها. اللي يسامح اللي اذاه ربنا يبعد عنه الشر والكرب. روح. قومي يا نبوية، قومي تعالي. هو جابر. هو جابر. جابر ده ابن كلب. وانا كمان بنت كلب. تميمة. تميمة حلوة. كفاية. تميمة. خلاص. بس مش تدفنيني، مش تدفنيني تاني. تميمة حلوة، بس مش تدفنيني، مش تدفنيني، مش تدفنيني تاني. ما تقلقيش يا تميمة، هترجع تاني وانا هجيبها لك. قولي لي انت هتتبحي امتى؟ اي وقت يا خالتي، انا جاهزه، بس انت اول ما تفضي تبقي معايا عشان تقسمي يعني وتوزعي حسب معرفتك. خلاص انا هخلص اللي ورايا واجي لك. ماشي، وانا هطلع عند عاليه فوق جايبه لها حاجه بسيطه كده ياما وقفت جنبي. طيب حبيبتي، سلام. ماشي يا خالتي. أنا مش هستريح إلا لما ألاقيها كويسة ومستريحة. هتبقى كويسة. والله أنا حاسة إن ربنا هينصفها ويسترها معايا. إن شاء الله هتبقى كويسة. عارفة حاجة فتحية اللي عندي تميمة ده؟ إيه؟ إيه؟ لما يبقى عندك ضيف تقيل على قلبك وما أنتيش طيبة وتعملي معايا وتقرفي، شوفي إيه اللي بيضايقه وتعمليه عشان يمشي. والضيف اللي عندها ده ما بيحبش الإيمان، ما
ما بيحبش القلب الصافي اللي ما فيهوش لا خل ولا حقد ولا حسد. ما بيحبش القريب من ربنا، بيحب البعيد عنه بس. يبقى الحل ايه بقى؟ ان احنا نقرب اكتر من ربنا مش نبعد عنه، ان احنا نحافظ على ايماننا ونصفي قلوبنا، وده اللي هي بتعمله، وان شاء الله هتبقى كويسه. افتحي يا تميمه. يا تميمه افتحي يا لهوي. افتحوا. في ايه يا حاجتي؟ في ايه يا ولاد؟ مش عارفه انا عايزه ايه. افتحوا يا حاجتي. تميمه افتحوا. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا حاجتي اسندوا يا ولاد، اسندوا. اعوذ بالله من الشيطان. شيليها شيليها. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اخرج باذن الله، 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 اخرج باذن الله. الا نحن نحيي الموتى. تميمة، تميمة، كويسة؟